فل نزار، اهلا وسهلا بك. دونك نزار الحقيقه نلتقي يوميا في نفس التوقيت هذايا باش نقدم للناس المعلومه، نقدم لهم الافاده ونقدم لهم الاهم من هذا الاخبار المحينه والصحيحه. دونك اليوم كيف كيف عندنا باقه من الاخبار؟ اي فما باقه، لكن باش نرجع اول حاجه للكونفيرونس دو بريس اللي عملتها البارح وزاره الصحه ووزير الصحه ووزير الداخليه، وكونفرنس دو بريس هذه اللي كانت فيها يعني صيحه فزاع من وزير الصحه كذلك من وزير الداخليه حول عدم احترام اجراءات الحجر الصحي، وكذلك يعني حتى انه بعض الناس تخرج تتجول عادي جدا، تخرج تخلي يعني الاجراءات هذه وتخلي الايجابيات الاجراءات هذه باش نحدوا من انتشار الفيروس باش تخرج للشارع وتزيد الانفكسيون تاع المرض. وصلنا لتو 628 على ما اظن حاله يعني اصابه بالفيروس هذايا، وانه حتى وزاره الصحه اطلقت بلاغ البارح قالت انه تحب مساعدات باش تنجم تحل 250 سرير اخر في احد الفضاءات الرياضيه باش تخصصها للانعاش المرض نتاع الفيروس. اي فما متابعه كبيره نزار للندوه، انت خيرتوا ان نبداو بالندوه، والحقيقه التوانسه الكل كان فما حاجه قاعدين يتبعوا فيها يوميا، ويسر التوانسه انه يكون عندهم علم ومتابع عليها هو الندوه الصحفيه اللي تقدمها وزاره الصحه من خلال نساف بن عليا والا من خلال السيد الوزير. كيفاش ترى البارح بشكل خاص فما تفاعل من نوع خاص مع ما ورد في الندوه، وبالتفصيل كان نحب ناكدوا اكثر الدموع سيد وزير الصحه. دونك قراءتك انت لما جاء في شوف الندوه تعكس انه الحاله نتاع يعني الاتجاه اللي كانوا ماشيين فيه ممكن باش يكون أسوأ في المراحل القادمه، لانه فماش يعني تشدد على اجراءات الحجر الصحي، ما فماش حتى المواطنين ما عندهمش حتى وعي بالضرورة أنه يشدوا الدار، نقاول التجمعات في كل بلاصة خاصة في المراكز تاع البريد وكذلك حتى في البنوك وكذلك وغير حتى في لي غران سيرفاس نتاع يعني نتاع بيع المنتوجات الغذائية وغيره، حتى بعض الأسواق التي تحل يعني بصفة غير شرعية بعض الحوانت، وحتى نشوف بعض الساعات فما هناك تراخي حتى من بعض السلطات. بل السلطات نزار انت جبت على بعض النماذج للناس اللي ما تحترمش ضوابط الحجر الصحي، لانه برشا ملتزمين هذه اكيد، ولكن البعض الاخر ويكفي حتى فئه اقليه قليله باش نقولوا وانه تعاليم الحجر الصحي ماناش قاعدين نمتثلوا لها كما ينبغي. معناها رينا حاجات انت تحكي على الازدحام باش ياخذوا المنحه، يا خويا قد نتفهم هذا اجتماعيا، الناس اللي تكور نزار اللي تكور تعمل في ويقعد هل يعقل هذايا اليوم؟ غير معقول، غير معقول. أول حاجة اللي كوروا هذوما تقام صغار ووالديهم وين لهنا؟ هما الوالدين يتحملوا مسؤوليتهم. شباب وأطفال ماهمش أطفال. شباب وأطفال، الشباب ما نحكيوش عليهم، يعني ممكن يقول لك أنا راني عندي مناعة والمرض هذا ما يصبنيش. نذكر الناس هذايا أنه فما شاب عمره 28 سنة في تونس في بير علي بن خليفه في منطقه في صفاقس قريبه من بير علي بن خليفه، توفي بفيروس كورونا عمره 28 سنه وما عنده حتى مرض. وتتوفي يعني ما عندكش دونك هنا ربما مره اخرى علاش ليه نحكيو في موضوع الفرق بين الشجاعه بين الاقدام وبين زيد الرزانه وانه بين التهور وبين التهور والاستهتار، لانه الناس هذوما للاسف يدعي وانهم شجعان، يدعي وانهم ما يخافوش من الكورونا، ولكن راهو الكورونا تخوف، راهو الكورونا تودي بحياتنا وبحياه احبائنا واصحابنا وعائلتنا. دونك هذا للاسف اليوم لازمنا نقولوها، لازمنا نقولوه، لانه فما بورسنتاج باش نقول لك توا 64.1% من جمله الاصابات الموجوده توا في تونس هي اصابات محليه، اصابات مستورده. قبل كان الاصابات المستورده ذكر الايامات الاولى كانوا الاصابات المستورده هما اكثر، تو ولا العكس، ولا الاصابات المحليه نزار. من هنا كنا قلنا العدوى الافقيه، كل الخوف كل الخوف من العدوى الافقيه، العدوى الافقيه هي العدوى المحليه. بالضبط، الناس ما خرجوش من خارج حدود الوطن وما احتكوش بناس عائدين من خارج حدود الوطن. دونك مره اخرى نلقاو رواحنا نذكر ونقول وانه الانضباط لتعاليم الصحه ضروري، الانضباط ناقص برشا فهمت، ولذلك يعني يبدو انه فما اجراءات باش تتم اتخاذها في الايام القادمه بون في اطار الفصل يعني 70 من الدستور، والمراسيم مازال يبطى شويه لانه
تم منح التفويض هذايا القانون التفويض تم التصويت عليه في المجلس يوم السبت الماضي. لازم 11 يوم اقل حاجه يعني 7 أيام في اطار يعني معالجته معالجه دستوريته من عدمه في هيئه الوقتيه المراقبه الدستوريه القوانين، ثم هناك 4 أيام لختمها من قبل رئيس الجمهورية قبل أن يصدر بالرائد الرسمي. أي وإحنا نعرفوا قديش مهم عمل الزمن نزار لهنا، مش النهار بحسابه يعني. ممكن لهنا يعني الاتجاه نحو فصل 80 وصلاحية رئيس الدولة. أي. لهنا نتحدث مع إمكانية، نعطي في الإمكانيات، لهنا مش نعطي في معلومات. إمكانية إنه رئيس الدولة يستعمل صلاحيته ويزيد يكبر من ساعات حظر التجوال في البلاد، يعني تكون من 6 متاع العشية ل 6 متاع الصباح. يجم يزيد ساعتين مثلا الاربعة 3 متاع العشية حتى هو طول يتداوله مانيش نعطيو في معلومة صحيحة كيف ما قلت نزار انه باش يقع التمديد في الحجر في الحجر وحظر الجوالين من نص النهار، دونك هذه معلومة ماهيش مؤكدة نتأكد منها ربما في ساعات نصف النهار يمكن القادمة. ياسر شو ياسر معناتها نصف النهار، اما لكن يمكن نقول انا الاربعة 3 متاع العشية بصفة تدريجية يتم حتى انه يتم من بعد فيما بعد يعني الاتجاه نحو الاغلاق التام اذا ما فماش حتى في الساعات نتاع الهذيه نتاع يعني نتاع الحركه اذا ما فماش يعني يعطي انطباع جيد في هذاك الوقت يولي يمشي حتى الاغلاق التام. صحيح. دونك هنا مره اخرى خلينا نحلوا القوس هذيا ونقولوا للناس يلتزموا بديارهم، يلزموا ديارهم، يشدوا ديارهم لسلامتهم، لسلامه عائلاتهم، لسلامه الناس اللي يحبوهم. اليوم الوضع تحت سيطره، غدوه ما نعرفوش، كله مرهون ولا رهين الوعي هذايا، هالوعي اللي نحكيو فيه نزار ديما من اللي بدات الكورونا واحنا نعول على الوعي، يبدو انه اليوم عندنا مشكله وعي في الشعب هذايا. حاله الوعي ما غابت يمكن توا في الحاله هذايا، يعني خاصه نحكي لك اخر الاسبوع الماضي وبداية الأسبوع هذا ما فماش حالة وعي. يوم الأحد كان يوم مشهود، أمس كذلك يوم يعني يوم الاثنين كذلك كان يوم مشهود، كانت نسبة اكتظاظ كبيرة ياسر، ذكرك بالأيامات العادية يعني حتى في الكياسات الناس يكون في الكياس، الناس يكون في الأسواق، ما قلتش عليه حياة عادية يعني، لا فما حجر صحي، لا فما حد شيء، يعني وكانت من هذه المنطلق هذا كان فما صيحة الفزع من قبل وزارة الصحة، لأنه فيما بعد يوم الثلاث يعني تم تسجيل يوم بين اليوم الاثنين واليوم الثلاث تم تسجيل اصابات عديده على مستوى اصابات الافقيه، وانه فما بعض المناطق ولات يعني حتى موبوءه، بعض الناس المريضه بالكوفيد مش قاعده تصرح بالصحيح وقت اللي يجيو يستجوبوها، شكون مع شكون دخلت مع شكون ما تخلطتش، مش قاعدين يعطيو في الصحيح، هذا اللي خلى المرض ينتشر. كذلك المصابين بالكوفيد اللي هما قيد الحجر الصحي في دارهم مش قاعدين يعني يتقيدوا بالحجر الصحي هذا، وقاعدين يخرجوا للشارع وقاعدين يعديوا في غيرهم، وقاعدين غيرهم قاعد يسافر ويمشي حتى بلايص اخرين ويعدي ناس اخرين. قال لك فما حالات يعني تسجلت في قبلي وبعد في بنزرت، يعني عدد ناس في قبلي وعدد ناس في بنزرت، وهذاك علاش ربما صحيحة فزعة أخرى نزار. أنت حكيت على وزارة الصحة، وزارة الداخلية أيضا، وزارة الداخلية مش نحكي نعطي رقم تفهم وقت اللي يقول لك، وأنه الناس هذوما المستهترين هذوما نجموا نوجهوا لهم لاحقا تهمة القتل على وجه الخطأ، وكنا حكينا في هذية سابقا، لأنه اللي يعرف روحه مريض ويعدي غيره فهذا قتل عمد، واللي ما يعرفش روحه ولكن يغامر ويخرج ويستهتر فهو قتل على وجه الخطأ. حتى راهو النصوص القانونية الجانب الردعي نزار لهنا يجب أن يحل محل الطواعية أو إنه العفوية في أنه انطبقوا التعاليم هذية، نحكي على ردع اليوم. فما نصوص قانونية ردعية في المجلة الجزائية، فما نصوص، فما نصين نستحضرهمش بالضبط توا، لكن فما فصلين في المجال الجزائيه يضبطوا الاجراءات والعقوبات في حال خرق الحجر الصحي. صحيح. هذا موجود فيها عقوبات سجنيه، فما عقوبات سجنيه وعقوبات ماليه. عقوبات ماليه هنا نحكيوا على اسناد تهمه القتل يعني غير العمد، راهو هنا يمكن يمشي حتى في فق القضاء، فهمتني؟ لانه في حاله قسوه كهذيا القاضي قد يمشي حتى الحاله القسوه في الوقت، يقول لك انت تسببت في عدوى يعني بالعدوى الى انسان اخر، في الاخير لازم نحكم عليك بالشيء هذا. وبالرغم من الارقام هذه الكل راني من المنبر هذا برشا منابر اخرين، زملائنا الكل في القنوات الاخرى في الاذاعات في حتى في المواقع الالكترونيه قاعدين يعطيو في ارقام، قاعدين يعطيو في ارقام تردع، لكن الناس مش قاعده يعني مش قاعده تحس
يعني لازم لهنا على غالب لازم فما اجراءات تكون اكثر يعني قساوه باش الناس الكل تشد الدياره. باش يعني تغيب الوعي لابد للقوانين بالضبط. وصرامه القوانين انها هي تحل محل انه نقولوا للناس معناها المده قديش عنا تقريبا شهر تاني واحنا نقول 22 مارس بسطوا حبينا نبسطوا المعلومه نقولوا للناس ما تخافوش راهو الوباء هذا عالمي راهو الناس الكل معناها تشكي من هالفيروس العابر للقارات هذيا راهو الجنود نتاعنا الجيش الابيض نتاعنا قاعد يقوم بالمهام نتاعو ودوره هذيا صحيح ولكن اليوم يظهر لي الخطاب في حد ذاته لابد وان يتغير اذا كان البارح راهو دموع سيد وزير الصحه اذا كان راهو وزاره الداخليه باي خطاب تخطب الشعب التونسي اليوم يلزمنا مزيد من الرشد من الوعي. باش نعطي رقم قالوا سيد وزير الداخليه البارح في استضافته في القناه الوطنيه أي. الاخبار قال انه تم سحب اكثر من 50 الف رخصه سياق وحش حوالي 2000 سياره وراو ناس على تسمع بالارقام هذه لكن يقول لك لا ما عندهم يعملوا لي نخرج وما عندهم يعملوا مازالت الناس هكا مازالت الناس هكا تم سحب 50 الف رخصه سياقه وتم حجز 2000 سياره يعني هذوما تم الحجز نتاعهم ما عندهم حتى فيما بعد عندهم قضايا باش تدور راهي فهمتي في الخرق الصحي هذايا على مره اخرى ربطا بالاستهتار وبالناس اللي والله هو اخطا الاستهتار نزار ان راه تحدي يعني شو معناها انه وزاره تجي تقول لك هذوما التدابير وراهو لهنا فما خطر وهنا فما حياه وهنا فما الموت وانسان يستهتر وانسان يتحدى القوانين نرجعوا نحكيوا في هذيا باكثر تفاصيل ولكن خلينا ناخذوا نشوفوا الوضع في القاسرين كيفاش اصبح اليوم مع زميلتي ناديه رتيبي مباشره صباح النور ناديه تحية طيبة صباح الخير لكل مشاهدينا صباحك تونسي اليوم حبيناها تكون إطلالتنا مع قواتنا العسكرية المرابطة بسفوح جبال قسرين معنا قصد مكافحة الإرهاب ونعرفوا أنه فما عمليات مهمتية ميدانية اليوم تشهدها يعني جبال القسرين خاصة بعد العملية الأخيرة اللي تم فيها القضاء على عنصرين إرهابيين بصفحة جبل السلوم وكانت قواتنا العسكرية مشاركة في هذه العملية اليوم ونعرف أنه بناء على اللي صار البارح ومعناها في متابعة لجهود قواتنا العسكرية في مكافحة الإرهاب تم استهداف عدد من المخابة اللي تتحصن فيها العناصر الإرهابية بمرتفعات القسرين وكان ليلة البارح تم الكشف عن مخبة لهذه المجموعة الإرهابية بجبل سمامة تم حجز قذيفة وأيضا معدات لصنع متفجرات ومعناها معدات أخرى متعلقة بعناصر إرهابية تم رصد تحركاتها بجبل سمامة باش يحضر معنا عن قائد العمليات المدنية بولاية القسرين باش نتحدثوا أكثر على تواجد قواتنا العسكرية الدائم معناها في جبال القسرين قصد حماية البلاد والعباد ومتساكني سفوح الجبال من معناها هذه المجموعات الإرهابية اللي تحاول في باستمرار السيطرة على معناها او على معناها نرجع لزميلتي ناديه وايضا ديما نقولوا انه قوات العسكريه بالمرصاد نعم يحضر معنا السيد العميد مرحبا بك لو كان اليوم نحكوا على تواجدكم الدائم بجبال القسرين قصد مكافحه الارهاب العمليات المهمه اللي قمتوا بها يعطيك الصحه مرحبا بكم ديما في طار بعدنا تعقب العناصر الإرهابية أينما وجدوا وكذلك في إطار الضغط عليهم في جميع المرتفعات بولاية القسرين وعلى إثر ورود معلومة حول تواجد عناصر إرهابية بالمرتفعات اللي أمامكم هذه طيب على كل وقت اللي تبدا نديها حاضره نرجعوا لها لانه موضوع مهم برشا ونزار المؤسف لهنا انه على هامش الوباء هذا على هامش فيروس الكورونا عندنا نرجعوا لهنيديه نرجعوا لهنيديه وبعد نرجع نحكي على جميع المخابه اللي يمكن تتواجد فيها هذه العناصر هذا بالاضافه الى القيام بعمليه تفتيش وتمشيط كبرى في هذه المرتفعات للقضاء على هذه
العناصر الإرهابية والوصول إلى مخبئها. اليوم بشكل حصري بشكون معاكم التلفزة الوطنية حاضرة في عملية تمشيط المغاور اللي تم استهدافها، معناها تواجدكم الدائم العمليات المشاركة، لأنه اليوم نجحنا معناها حقيقة أن نسيطروا على جبالنا وأن نسترجعوا معناها ربوعنا وأن نكافحوا حقيقة الإرهاب، فما حصار مفروض عليهم بفضل جهودكم طبعا. يعطيك الصحة، احنا مهامنا متواصلة يوميا على مدار الساعة بالليل والنهار بالتنسيق مع القوات الأمنية. نعم. وحققنا في الحقيقة نجاحات كبرى، ونجم نذكر على سبيل الذكر لا الحصر، منذ أوت 2019 إلى اليوم تم القضاء على 10 عناصر إرهابية خطيرة تونسية وجزائرية، من جبال عرباتة إلى يعني جبال السلوم في المهمة العملياتية الأخيرة، وهذوما كلهم كانوا مهام مشتركة بتنسيق محكم بين المؤسسة العسكرية والحرس الوطني. مهامنا كمؤسسة عسكرية في جميع هذه المرتفعات متواصلة، ونحب نأكد لك وأن عندنا موطن قدم في جميع المرتفعات بولاية القصرين، بل عناصرنا متمركزة داخل هذه الجبال وتقوم برصد تحركات العناصر الإرهابية، ومن خلال المهام هذيك بالطبيعة يتم تعقب هذه العناصر والقضاء عليها. والنجاحات اللي تمت واللي ذكرتها لك، هذه العشر العناصر الإرهابية اللي تم القضاء عليها، بطبيعة الحال هي نتيجة هالضغط هذا اللي قاعدة تشوفيه على هذه العناصر وتعقبها أينما وجدت، وسواء بالرمايات المباشرة أو بالرمايات المدفعية أو بالرمايات يعني بالمروحيات والطائرات. شكرا سيد العميد، بالطبيعة نحن مازلنا مرافقين سيد العميد في العملية العسكرية اليوم، وبالطبيعة باش نمدكم بصور حصرية لهذا اليوم. شكرا لك زميلتي نادية رتيبي. دونك احنا معاك اذا كنت تحب نرجعوا من بعد تكون عملية التمشيط ربما قدمت شوية. دونك نزار مرة أخرى على هامش الفيروس هذية، تعرفوا أنه أهبة استعداد جاهزية لابد على جميع الأصعدة، كما رينا العمليات الاحتجاجية اجتماعيا أتحدث، كيف اليوم كل المخاوف تتجه نحو لا قدر الله أنه تكون فما عمليات إرهابية، وتعرف أنه الإرهاب يتحرك في ظروف مشابهة. هم الجماعات الإرهابية يعني يغتنموا الفرصة متاع يعني أن الدولة لا هي في حرب أخرى، لا حرب على هو بنتنا يهيئ لها أن الدولة لا هي، ولكن اللي رناه أنه جاهزية خمسة عمليات هو تمت بين يعني في ظرف قلوا في ظرف 15 يوم 20 يوم تمت 5 عمليات. ثلاثة عمليات صارت تم خلالها كشف على خلايا دعم للإرهابيين في الجبال، أي وعملية أخرى أسفرت على أنه يمت لثام عن بعد يعني التنسيق استخباري مع يعني الجارة الجزائرية أنه نشد شخص يسفر في الإرهابيين إلى أوروبا عن طريق تزوير الباسبورات والبطاقة التعريف يعني والبطاقة الهوية. وعملية أخرى هي عملية القضاء على زوز إرهابيين اللي تمت نهاية الأسبوع الماضي، أي وعنا عملية أخرى زادة كذلك كشف على خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات في يعني حتى في بين القصرين وسيدي بوزيت. اليوم زادة كذلك عملية أخرى هو الكشف عن مخابئ يعني الإرهابيين في مرتفعات القصرين، وهذه يدل أنه قاعد فما يقظة كبيرة وأنه الحرب على الإرهاب ما يعني الحرب على الكورونا ما قصرتش على الحرب على الإرهاب، وهذه حاجة. عنا اليوم حرب على أكثر من وجهة ونحن لها وحية لهنا، خليني أن نسوقها لكل المؤسسة الأمنية للمؤسسة العسكرية للجيش الأبيض. اليوم أكثر من جيش يتحرك لحماية هذا التراب، تراب تونس وتراب الجمهورية التونسية. إن شاء الله كل إنسان يخاف ويغير وعنده الوطنية هذه على تونس تكلل المساعي متاعه بالنجاحات، وعنا نجاحات في العملية الأمنية، وكنت أنت رجعت على البعض. خمسة عمليات يعني 5 عمليات استباقية في ظرف يعني كما قلت لك أقل من 15 يوم تسمى حاجة باية وحاجة تفرح على الأخر وتخلي حتى فما طمأنينة، تبث الطمأنينة والأمان وإحساس الأمان لدى المواطنين التونسيين. إن شاء الله المؤسسة الأمنية والعسكرية يكملوا في هذا المنهج ويزيدوا يقضيوا أكثر على الجماعات الإرهابية، خاصة المتحصنة بين جبل عرباتة في قفصة حتى
جبل المرتفعات الموجودة في جندوبة على الحدود التونسية الجزائرية، إن شاء الله يتم القضاء عليهم وإن شاء الله يعني نلتحهم الغمة هذه متاع يعني متاع الجماعات الإرهابية، لأنه تحاصروا هما ولا يحاولوا خاصة في العملية متاع القضاء على عنصرين ولا يحاولوا يهبطوا كيفاش باش نجموا حتى باش يتزودوا لأنه نعرف فما مشكل في التزود في المواد الغذائية وغيره. بالضبط. نواصل مع الأخبار، شو معنا آخر؟ عندي في الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية الرقم قياسي في عدد الوفيات في ظرف 24 ساعة، الوفيات اليومية 2000 وفاة في تسجل الولايات المتحدة الأمريكية في 24 ساعة أمس، وترامب يقول أنه تسجيل الولايات المتحدة الأكثر إصابات في الفيروس يرجع لأنها أكثر بلد في العالم. 1939 قرابة 2000 عدد الوفيات، قرابة 2000 وكما قلت لك 1939، وكما قلت لك انه الولايات المتحده الامريكيه بعد نشوفوا الكونتور يعني تعمل. قال لك ترامب يعني ترامب الرئيس الامريكي دونالد ترامب البارح في كونفرنس دو بريس اللي عملها اليوميه 125 الف تحليل يوميا يعملوه في امريكا، اكبر بلد يعمل تحاليل على الفيروس كورونا في النهار، وهذا الكل اللي خلينا نسجلوا يعني اصابات كبيره بعدد الفيروس يوميا. كما نشوف الولايات المتحدة الأمريكية الكونتر قدامنا 402 ألف حالة و 383 حاليا تو هذا في الوقت هذا. في إسبانيا كذلك يعني ارتفاع 141 ألف و 135 ألف في فرنسا، في إيطاليا، في فرنسا 109 ارتفعت بصفة ملحوظة، وفي ألمانيا كذلك. الصين قاعدة اليوم يعني تتراجع، اليوم يوهان تم يعني فتحها بعد ما كانت منطقة مغلقة طوال على 3 أشهر، اليوم البارح في الليل حلت يوهان، اليوم عودة الحياة ليوهان، يوهان اليوم حلت يعني بدأت حلت الأماكن العامة متاعها. وكما نقولوا احنا لو يعطيونا الزملاء الكونتور الاخر نتاع عدد الجملي للاصابات نشوفوه. هو وصلنا للمليون و 433 الف حاله و 82206 يعني حاله وفاه بالفيروس كورونا، لكن الحاجه الباهيه والايجابيه 309675 الف حالة يعني عفاء من هذا أو شفاء من هذا الفيروس، وهذا يخلينا يعني نتمنوا نقولوا راهو فما يمكن فما يعني بريقة أمل في النفق. هو أكيد الأمل، نعيش بالأمل، نحيا بالأمل. على ذكر الأمل والشافين والناجين من الكورونا، بعد شكون عنا شهادة حية محمد جرفاتة عبر الهاتف شكون معنا مرض أصيب بفيروس الكورونا ولكن شفية وتعافى الحمد لله، اليوم بشدلي بشهادته لصباحكم تونسي. باش نختموا نزار، نختموا بحاجة برك. ترامب البارح كذلك قال هناك 10 عقاقير ولقاحين قيد الاختبار في أمريكا لمكافحة كورونا، وزاد أنه حد السلطات الأمريكية قالت احنا مش نزمنا نستناه حتى 6 شهور تتجمع يكون اختصار الإجراءات هذه باش نوصلوا إلى فيروس إلى عفوا إلى لقاح. روسيا كذلك ستبدأ من اليوم في إجراء لقاح على لإنتاج لقاح للفيروس كورونا. بدينا فما حاجات باهية تبعث الأمل في الإنسانية جمعاء، إن شاء الله زادة لما لا تونس كان عندنا خبرات وكفاءات نحاولوا كيفاش ننتجوا لقاح من لقاحات أو دواء ضد الكورونا تكون به تونس يعني تقفز به تونس إلى يعني مطاف الدول يعني المنتجة يعني اللقاحات هذه وتكنولوجيا لعلاج الأوبئة هذه. شكرا لك نزار، الحقيقه احنا هكا نكون عملنا دوره باهيه في العالم، مش كيف في تونس انطلقنا محليا وطنيا ولكن توسعنا باش نشوفوا في العالم كامل. وكما حكينا هذايا وباء يمس ولا يستثني يكاد لا يستثني دوله، يكاد لا يستثني دوله. شكرا لك الدول الكل اصيبت به تو راهو العالم كامل، فمش دولة لا يستثني دولة، ما فما حتى دولة ما وصيبتش بيه. طيب إن شاء الله كل الشفاء، إن شاء الله نتجاوزوا المحنة هذه في أقرب الأجيال، إن شاء الله الإنسانية جمعة ما قبل الكورونا وما بعد الكورونا تكون عنا قراءتنا الخاصة للوضع هذية، نبنيه على الوضع هذية وقت اللي نتجاوزوه إن شاء الله. شكرا لك نزار، شكرا لك أنت، أسعد الأوقات إن شاء الله وإن شاء الله نهارك طيب وسعيد. نمشي والزابينج من بعده مباشرة باش يكون عنا قراءة من نوع آخر، باش نتوقف عند الأسعار اليوم وخاصة أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق وفي المساحات التجارية الكبرى. تفضل.